مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من الفضاء الإخباري الظهيرة، وفيه نستعرض جملة الملفات والأحداث الوطنية والدولية الجارية الآن. والمستهل مشاهدينا الكرام بالحدث الوطني، حيث 50 سنة تمر على تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. في عدد اليوم نواكب الحدث باستعراض الإنجازات التاريخية والطفرة غير المسبوقة التي حققها قطاع الفلاحة في السنوات الخمس الأخيرة. في ملف هام آخر، شركة سولا تراك تطلق مسابقة وطنية لتوظيف الجامعيين في المجالات التقنية، وفي العدد نستعرض التفاصيل. إذن مشاهدينا الكرام، المستهل بالحدث، 50 عاما إذن تمر على تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. وبالمناسبة أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على مراسم إحياء الذكرى بالمركز الدولي للمؤتمرات، حيث ألقى كلمة هامة بالمناسبة ذاتها. وعبر هذا الفضاء الإخباري مشاهدينا الكرام، نواكب الحدث باستعراض الإنجازات التي حققها قطاع الفلاحة في الخمس سنوات الأخيرة. وأسعد بالمناسبة أن يكون ضيفي الأستاذ صافي عبد القادر، المحلل الاقتصادي. أستاذ، أهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. مساء الخير لك ولمشاهدي القناة الثالثة، وشكرا على الدعوة الكريمة. شكرا جزيلا. إذن الحدث هو الاتحاد، هو أن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يحتفي بالذكرى 50 للتأسيس والانطلاقة. والحدث الأبرز هو أن رئيس الجمهورية شخصيا يشرف على مراسم الاحتفاء. هو فعلا يعني الحدث كان حدث هام جدا، و نظن من حق الاتحاد الفلاحين الجزائريين أن يحتفل بهذه الخمسينية، لأنه يعني وما يلاحظ من خلال هذه الإنجازات وإشراف السيد رئيس الجمهورية على مشاركة اتحاد الفلاحين والفلاحين بصفة عامة على كامل التراب الوطني، هذه الوقفة الجميلة وهذه المشاركة يعني التي لها مدلول ولها يعني تشجيع مباشر للفلاحين نتيجة ما توصلت إليه الفلاحة من إنتاجات، يعني من إنتاج وفير ومن مساهمة كبيرة جدا في الناتج الداخلي الخام، وهو ما يأتي في التفاصيل يعني إن شاء الله سنأتي إلى كل هذه التفاصيل. ولكن قبل ذلك، في هذه اللحظات مشاهدينا يرفع على مسامعنا آذان صلاة العصر بتوقيت عاصمة البلاد وضواحيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أعود إليكم إلى المشاهدين، وأعود أيضا لضيفي الكريم الأستاذ الصافي، وهذه المناسبة الاحتفائية بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أستاذ صافي في كل سنة يحتفي بذكرى تأسيسه، ولكن هذه السنة هناك خصوصية. فيما تتمثل خصوصية الاحتفاء هذه السنة أستاذ؟ هو كما أشرت يعني في البداية أنه اليوم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يحتفل بهذا، وهو رمزية وجود رئيس الجمهورية وحضور رئيس الجمهورية في هذه الاحتفالية. هذا له دلالة قوية جدا، وله بعد، حتى نقول لك أنه بعد اقتصادي، لأنه اليوم هذا الاحتفال ما أصبحش احتفال تقليدي، يعني احتفال أنه الاتحاد فلاحين كأي منظمة أو كأي اتحاد العمال الجزائريين، وهذا اتحاد فلاحين. اليوم احتفالية الاتحاد الفلاحين أخذت خصوصية، وأخذت يعني أصبح الاتحاد الفلاحين اليوم يلعب دور بارز في التنمية الاقتصادية. لذلك اليوم هذا الاحتفال جاء احتفال ليس مناسبتي فقط، ولكن الوقوف عنده يعني له دلالة ليس فقط اجتماعية أو فلاحية، ولكن دلالة اقتصادية. ومشاركة رئيس الجمهورية في احتفال الفلاحين له دلالة قوية وله رمزية قوية، ونظن من حق يعني من شرفهم أنه اليوم اتحاد الفلاحين يعني كانت لهم وقفة مع السيد رئيس الجمهورية. جيد، ونذكر أيضا أنه الاحتفاء هذه السنة يصادف الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة. وحتى نتقدم أكثر في النقاش أستاذ صافي، من المهم أن يكون الاحتفاء مؤسس على الإنجازات العملية التي حققها قطاع الفلاحة في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، يحقق رقما غير مسبوق 37 مليار دولار بنسبة مساهمة في الناتج الداخلي الخام تعادل 15%. أستاذ صحيح، ونقول لك أنه هذا يدل على ماذا؟ أنه الجزائر لها من الإمكانيات ما تسمح لها هذه الإمكانيات. نتكلم غير على قطاع الفلاحة، فما بالك القطاعات الأخرى. اليوم قطاع الفلاحة أثبت دوره في ومساهمته ومشاركته في التنمية، ولكن ليس سهل تحقيق هذا الإنجاز، وهذا هو يعني هذا تقريبا معجزة وتحدي، يعني بالرغم بالظروف التقليدية. يعني أنا كل مرة أشارك وتعطيني الفرصة نتكلم على هذا القطاع، نقول باللي القطاع الفلاحة ما زال ما دخلش العصرنة، لم يدخل بعد عصرنة، وخاصة القطاع الفلاحة في الجزائر يعاني من ضعف البنية التحتية، من صوامع، من مؤسسات تقود ترافق هذا التحول العميق فيما يخص الدور اللي يقوم به الفلاحة في الجزائر. ولكن هناك أيضا طفرة غير مسبوقة تحققت في السنوات الخمس الأخيرة، وهناك الكثير من التقارير تشير بالتوسع في توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة أيضا. وهذا هو يعني تدخلات رئيس الجمهورية وحرصه على إعطاء دفع لهذا القطاع الفلاحي جابت نتيجة، يعني والنتائج اليوم لا أحد ينكرها. منذ سنتين كنا نتكلم على 25 مليار دولار، اليوم نتكلم على 37 مليار دولار. يعني في سنة 22 كان مساهمة القطاع الفلاحي 14% في الناتج الداخلي الخام، اليوم راه تجاوز إلى 15%. عندما نتكلم
على بالك كي تزيد 1% صحيح. بالنسبة للناتج الداخلي الخام راه عنده مدلول قوي جدا صحيح. يعني الانتقال من 14 إلى 15% مش معدل سهل، يعني رقم مهم جدا في الحساب الاقتصادي صحيح. وبالتالي اليوم قطاع الفلاحة قفز. وبالمناسبة من المهم التذكير أيضا أن هذه الأرقام أيضا أشارت إليها مؤسسات مالية دولية، مالية دولية وهذا نعم. بشهادات المالية الدولية نعم. وأنا أركز دائما أنه القطاع الفلاحي رافد من روافد التنمية الحقيقية في البلاد، ولكن يجب أن نعصر التسيير، نعصر التكنولوجيات، الإنتاج الفلاحي يجب أن نعصر هذه الآلات، ندخل تقنيات جديدة خاصة في البذور، أولا تنظيم قطاع الفلاحي إلى شعب، تنظيمه ودمجه في مؤسسات، لأنه عندما نتكلم عن المؤسسات نخرج من طابع الفردي، يعني ما نتكلمش عن الفلاح كفرد في منطقة نائية، ولا نتكلم على مجموعة من الفلاحين مهيكلين في وهذا الجاري عملية أستاذ من خلال التوجيهات المتعلقة بالتسريع في إنشاء تعاونيات فلاحية، وهذا الذي تجاوب معه الكثير من الفلاحين نعم. وهذا يتطلب استراتيجية ذات بعد طويل. لماذا لبعد طويل؟ لأنه هذا القطاع أثبت وجوده، أثبت إمكانياته، وبالتالي اليوم يجب أن نهيكل هذا القطاع ليصبح هو عامل من عوامل يعني اللي تقدر تزيد في معدل الناتج الداخلي الخام. يعني اليوم الرئيس راه رفع التحدي، يعني رفع سقف التحدي الى 400 في سنة 26، 400 نتجاوز رقم 400 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام. اليوم قطاع الفلاحة راه يساهم ب 15-37 مليار دولار، يعني 50% من مداخيل المحروقات. يعني لو فيه قطاع آخر، قطاعات أخرى تساهم بنفس النسبة، سوف ننسى في يوم من الأيام مداخل المحروقات صحيح. يعني تصبح لا شيء بالنسبة لما يقدم، وهذا بفضل أولا الأهمية الأولى هو العنصر البشري، يجب تكوين العنصر البشري في كل القطاعات وخاصة القطاع الفلاحي. يجب أن نعصر الآلات لنسهل على الفلاحين الحصول على المنتوجات الفلاحية في ظرف قصير جدا. ونعرف احنا ان الجزائر متقلبة لإقليم البيئة الجزائرية صحيح. احيانا تعرف بعض الجفاف، احيانا تعرف بعض التعطيلات في بعض المشاريع، وهذا طبيعي ايضا، وهذا طبيعي لا. جدا، ولكن اليوم فيه السقي المحوري صحيح. ولو انه يكلف الخزينه العموميه السقي المحوري، ولكن لا مفر منه، يعني اصبح ضروريه، وخاصه انه اليوم حرص رئيس الجمهوريه صحيح. على زياده انتاج القمح صحيح. واليوم في الخطاب تاعه اعطى تعليمات انه سنه 2025 لا كلام عن استيراد القمح، وهذا تحدي اخر صحيح. يعني لانه القمح يدخل في سله، ولكن ايضا هو تحدي صحيح، ولكن ايضا مؤسس على النتائج التي حققتها البلاد استاذ، النتائج ولكن الظروف متوفره للوصول الى هذا الرقم صحيح. والقمح من العناصر الاساسيه اللي تدخل في الامن القومي صحيح. احنا عشنا التجربه تاع كورونا صحيح. يعني في الفتره تاع كورونا عشنا ازمه الغذاء حقيقة، الازمه عالميه، ولكن عرفنا انه اليوم يجب ان نتكل على سواعدنا وعلى مواردنا البشرية ومواردنا الطبيعية للنهوض بهذا القطاع ووضعه في السكة، ونتجاوز الإنتاج المحلي إلى التصدير، وهذا هو الهدف الأسمى، لأن منتوجاتنا أصبحت الطلب عليها عالميا، أصبح طلب قوي جدا، وهذا بفضل يعني البيو كما يقولوا، يعني صحيح. ما فيهاش مدخلات كيميائية، مدخلات يعني كيميائية. طبيعية كيميائية، وبالتالي اليوم نحسن ونتحكم في هذا القطاع سوف نذهب بعيدا به، وخاصة أنا أقول لك راح يكون سلة الاتحاد الأوروبي في المستقبل، ولو أنه الاتحاد الأوروبي عنده تجربة كبيرة فيما يخص الإنتاج الفلاحي والزراعي، ولكن الجزائر قادرة أن تساهم في سلة الاتحاد الأوروبي وفي سلة إفريقيا صحيح. مليار وشي من النسمة من السكان، قادرة الجزائر أن هي تصبح سلة المنتوج الفلاحي والزراعي إلى إفريقيا، ونظن اليوم وما تحقق من إنجازات مؤشر لأن تكون كذلك، لأن تكون كذلك لا. كذلك، وتصبح هناك مدخولات من العملة الصعبة، وهذه المدخولات من العملة الصعبة هي اللي راح تحسن من الآلات والعصرنة والتكنولوجيا المتطورة والسقي المحوري وفتح الآبار وأنابيب للسقي المياه خاصة في الصحراء، يعني مداخيل
اللي راح يدخلها في المستقبل هذا القطاع هي اللي راح يصرف على روحه بروحه في المستقبل ويعصر بنفسه، ما يحتاج موارد الدولة. يعني الموارد اللي تدخل من منتجات القطاع الفلاحي هي اللي راح تعصرنه، هي اللي راح تدخله التكنولوجيات هذه. صحيح. وإحنا شفنا أنه هناك آلات لنزع البطاطا، آلات لنزع الطماطم آليا، يعني الفرد يبتعد عن هذه الأعمال التقليدية الكلاسيكية. وبالتالي اليوم أولا سد احتياجات هذا القطاع من البنية التحتية. مؤخرا السيد الرئيس أعطى قرار صارم فيما يخص الصوامع. صحيح. كان عندنا مشكلة تاع الصوامع، اليوم زاد أعطى تعليمات قوية جدا فيما يخص التخزين والتبريد. صحيح. مخازن التبريد، لأنه فيه فلاحين أصبحوا يرميوا يعني الطماطم الفائضة أو بعض المنتجات الزراعية أصبحت ترمى. صحيح. يعني ليس هناك أماكن ولكن تم التعامل مع هذا الأمر من خلال الأوامر المتعلقة بإنجاز مراكز التخزين، وهذا يجب أن تكون هناك نظرة استشرافية في المستقبل لوضع هذا القطاع في استراتيجيات بعيدة المدى وتنظيمه. لأنه اليوم الفلاح اللي ينتج القمح ما لازمش غدوة يفكر ينتج البطاطا أو ينتج الفلفل أو ينتج منتوج آخر، لازم هذه إنتاج القمح يبقى مدة 20 سنة. والكثير من الفلاحين في الحقيقة تجاوبوا مع هذه الآلية من خلال الدعم ربما المطلق وغير المسبوق أيضا الذي وفرته السلطات العليا في البلاد، خاصة في مجال الزراعات الاستراتيجية، زراعة الحبوب وزراعة القمح. خاصة أن اليوم السيد الرئيس يعني اخذ قرارات شجاعة خاصة. صحيح. فيما يخص الدعم. صحيح. والدعم ليس فقط على مستوى الحبوب والقمح، هناك دعم في قطاعات حتى أخرى، حتى في استخدام الأسمدة، حتى في قيمة شراء القنطار الواحد من القمح الواحد من القمح، وهذا دعم قوي جدا من طرف الدولة. يعني علاش قلت لك أنا ما لازمش الفلاح اليوم اللي راه يتلقى الدعم في هذه المنتوجات الفلاحية ما عندوش غدوة أنه حرية القرار أنه يغير هذا الاتجاه. لا. لأنه أنا ندعمك اليوم لإنتاج القمح، ماشي بعد سنتين أنت تروح تغير لي المنتوج تاعك، لازم تبقى مواصل. صحيح. وهكذا يتنظم السوق. لأنه أحيانا علاش نلقى هفوات. صحيح. أو فراغات في السوق من المنتوجات، لأنه الفلاحين يغيروا طبيعة المنتوج تاعهم ويقول لك أنا انتجت العام اللي فات وقعد عندي فائض من الإنتاج الفلاحي وما لقيتش كيفاش نصرف هذا المنتوج التصريف تاعه، ما عرفتش كيفاش نوزعه، وبالتالي يخسر في الإنتاج تاعه وما كانش يكون اللي ياخذوا عليه، يروح يفكر يغير المنتوج تاعه. ولكن هذا الفلاح لازم نرافقوه في المرافقة في الإنتاج. طيب. سنواصل في كل هذه المعطيات، ولكن دائما بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين لنتابع هذا اللقاء الذي أجري مع السيد عبد اللطيف ديلمي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، نتابع ثم نعود. دائما بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أين تم إحياء الذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. هذه الذكرى التي تأتي في إطار الديناميكية الكبيرة الذي يشهدها قطاع الفلاحة في مختلف ولايات الوطن، وكذلك الاستثمارات الكبيرة الذي عرفها قطاع الفلاحة. والمزيد من التفاصيل حول إحياء هذه الذكرى الذي أشرف عليها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، يحضر معي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. إذن كانت مناسبة بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي أعطى تعليمات صارمة. نعم. من أجل التكفل بالعقار الفلاحي، وكذلك من أجل البنوك المساهمة. نعم. في بناء الغرف التبريد، وكذلك العديد من القرارات الهامة. نعم. الذي جاءت. نعم. بها هذه المناسبة. شكرا. بكل صراحة لقد أثلج صدورنا، كنا نعاني من قضية العقار، واليوم خذ قرار شجاع، قال في سنة 25 لازم نتخلص من تسوية العقار الفلاحي بصفة نهائية، وأعطى أمر للسيد الوزير الأول السيد وزير الفلاحة وزير المالية، قال في سنة 25، وهذا هو المطلب الأساسي تاع الاتحاد الوطني للفلاحين، لما نسوي قضية العقار الفلاحي بصفة نهائية كل الناس تعيش وترتاح وتمشي في أريحية وتواصل في العمل والنشاط والإنتاج بكل صدق وبكل وفاء. حان الوقت اليوم بالقرارات هذه بالنسبة للتمويل. التمويل كان عندنا عائق، طلبنا فتح بنوك كل
كل البنوك العمومية تدخل في القطاع الفلاحي وتفتح المجال للفلاحين وخاصة منهم الشباب. الشباب اليوم محتاج تمويل لازم، وخاصة خريجي الجامعات، خريجي المعاهد، مهندسين تقنيين اليوم بغي يدير إيطابل بغي يربي 10 بقرات، واحد يدير برجوري بغي يربي 40 نعجة و30 نعجة وما عنده إلا ربي يديه وعنده الأرض، ولكن ما عندوش إمكانيات بغي يبني بغي يشري بغي يخدم. اليوم نفتح له المجال في التمويل ونساعده ونعطي له من جهة الدعم ونعطي له من جهة القرض حتى هو ينوض ويقنع وينوض يواصل في العمل. اليوم احنا قادرين على التحدي، ناس من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، أراضي شاسعة واسعة، ونبقى هكذا نتفرج ونستنى البابور باه يجيب لنا المواد الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع. هذا شيء غير مقبول وما وعيب وعار علينا كجزائريين، باه نبقى احنا دائما نشوف للتبعية والناس يتصرفوا فينا من الخارج. هذا ذلك من القرارات سيد الأمين العام. نعم. رئيس الجمهورية أكد بأن يجب تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص القمح الصلب. نعم نعم، القمح الصلب ابتداء من الجنوب الكبير. علاش الجنوب الكبير؟ فيه أراضي خصبة، أراضي شاسعة واسعة، فيه مياه جوفية معتبرة، فيه كهرباء، فيه طرقات، فيه وسائل النقل، وسائل التخزين. اليوم نستغل الفرصة تاع الجنوب حتى نحضر نفوسنا في الشمال. الشمال لازم له بناء سدود، بناء حواجز مائية، بناء تحويلات كبرى من ولاية جيجل للسطيف للبرج المسيلة، تحويلات كبرى، لأن هذه الولايات فيهم أراضي واسعة وشباب طاقة شبانية لا يستهان بها. خريجي الجامعات وين ندوهم درك يخدموا الأرض والعمل شرف، نخدموا المهنة نتاع والدينا وجدودنا، وباه نلبي طلبات المواطن الجزائري، وباه يمشي للسوق ويلقى جميع المنتوجات بأسعار جد ومعقولة وفي متناول الجميع. شكرا سيد الأمين العام. إذا كان معنا السيد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وكما أكد بأنه كانت قرارات هامة من قبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، خاصة في العقار الفلاحي، كذلك فيما يخص غرف التبريد، وكذلك فيما يخص تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتوجات الفلاحية. إذا كان هذا الاحتفال هنا بالمركز الدولي للمؤتمرات بالذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. شكرا جزيلا للزميل وليد ساري، وشكرا أيضا لضيفه الكريم سيد عبد اللطيف ديلم الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. إذا أستاذ صافي، إشادة كبيرة جدا بكلمة رئيس الجمهورية، وأيضا إشادة بالقرارات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية. هو فعلا يعني اليوم خطاب سيد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء كان يعني خطاب موضوعي وخطاب ذو ثقل، يعني فيما يخص القرارات مباشرة أمام المعنيين وهو اتحاد الفلاحين، وكانت هناك قرارات وتوجيهات صارمة، خاصة توجيهات الوزير الأول فيما يخص تصفية العقار الفلاحي، توجيهات فيما يخص إنجاز غرف التبريد، توجيهات فيما يخص توقف استيراد القمح. فيه قرارات يعني اليوم تم اتخاذها بهذه المناسبة، وهي قرارات استراتيجية لأنها تدعم قرارات أخرى أيضا متعلقة بالتمويل وفتح الباب أمام الشباب وخاصة المتكونين الجامعيين، يعني والإشادة بالإنجازات المحققة فيما يخص هذا القطاع، و37 مليار دولار كمساهمة يعني كنتائج و موارد ماليه تحققت في هذه السنه. هذا مبلغ هام جدا ورقم مهم جدا، يعني يؤخذ في الحسبان، وخاصه انه اليوم الرئيس يعول كثيرا على قطاع الفلاحه نظير الانجازات التي تحققت. ونظن هذه كلها كانت نتيجه القرارات التي تم اتخاذها سابقا من طرف السيد رئيس الجمهوريه، والكثير من الخبراء يؤكدون نجاعه الاستراتيجيه الموضوعه والمفعله حاليا. يعني اليوم لحقنا يعني الاكتفاء الذاتي، واليوم لحقنا فيه حتى النوعيه، وفيه حتى يعني مبادرات قويه جدا يتم تحقيقها في المستقبل ان شاء الله بحول الله تعالى. الاستاذ عبد القادر صافي المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على الاثراء والاحاطه. شكرا لكم على الدعوه. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، مستمرون عبر هذا الفضاء الاخباري، ومستمرون ايضا في مواكبة الأحداث الوطنية والدولية، ولكن بعد الفاصل.
الظاهرة من تلفزيون الجزائر. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم عبر هذا الفضاء الإخباري، ومستمرون أيضا في مواكبة الأحداث والملفات الوطنية. وإلى ملف هام آخر، يتعلق الأمر هذه المرة بالمسابقة الوطنية التي أطلقتها الشركة الوطنية للمحروقات سولاتراك، وهي المسابقة التي تهدف إلى توظيف المهندسين والتقنيين. إذن أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات سولاتراك عن فتح مسابقة وطنية لتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية لشغل مناصب مهندسين وتقنيين بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل. إذن مشاهدينا الكرام، مواكبة للحدث، ومن أجل تفاصيل أكثر حول هذه العملية أسعد أن يكون ضيفي السيد عبد القادر جنون، وهو المدير العام للمعهد الجزائري للبترول وممثل مجمع سولاتراك. سيدي أهلا بك. أهلا بك سيدي يعقوب، وبارك الله فيك على الاستضافة في هذا الفضاء. شكرا جزيلا. حتى نقترب ونقرب الصورة أكثر للمشاهد، الشركة الوطنية سولاتراك أطلقت مسابقة وطنية لتوظيف التقنيين وخريجي المعاهد والمدارس الأكاديمية ابتداء. هل ممكن تفاصيل أكثر حول هذه المسابقة؟ نعم، بالفعل أطلقت الشركة سولاتراك مسابقة للتوظيف خريجي الجامعات الجزائرية والمعاهد العليا والأكاديميات لتوظيف مهندسين وتقنيين، وهذا بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل. تهدف شركة سولاتراك من خلال هذه العملية، عملية المسابقة الوطنية، لتعزيز موردها البشري، لإعطاء ديناميكية ودفعة جديدة من خلال توظيف وفتح مناصب شغل للمهندسين والتقنيين للشغل، يعني هذه المناصب على مستوى وحدتها الإنتاجية في كامل يعني نشاطات شركة سولاتراك، بداية من البحث والاستكشاف إلى التسويق. تتم هذه العملية يعني من خلال يعني مسابقة وطنية ستكون على مستوى ربع الوطني، وتكون مفتوحة يعني لجميع حاصلي شهادات جامعية، الشباب يعني اللي حاصل شهادات جامعية، ويكون الشرط الوحيد أن يكون تسجيل مسجل في الأرضية للوكالة الوطنية للتشغيل، لأنه الشرط يعني مهم للحصول على هذا المنصب على مستوى شركة سولاتراك. طيب، الكثير من المشاهدين والمتابعين الآن يسألون ما هي التخصصات المعنية بهذه المسابقة سيد المدير؟ والله التخصصات هي تشمل يعني كامل سلسلة قيمة المحروقات لشركة سولاتراك. سولاتراك كما أنا قلت أن شركة سولاتراك تبدأ من البحث والاستكشاف إلى التسويق. إذن في المجالات التي ستكون يعني مفتوحة للمسابقة هي بداية من الجيولوجيا، جيوفيزياء، المكامن، ريزرفوار انجينيرينج، يعني البتروكيمياء، التكرير المحروقات، الميكانيك الصناعية، الهندسة الكهربائية، تحاليل مخبرية. وشركة سولاتراك بكونها يعني شركة تواكب يعني المستجدات يعني العالمية، هذه المسابقة ستكون مفتوحة أيضا للطاقات المتجددة، الهيدروجين، وكذلك الذكاء الاصطناعي لأول مرة. يعني هذه معظم التخصصات هي تفوق يعني 19 تخصص تكون إن شاء الله في المسابقة الوطنية. جيد. المسابقة كما أشرت هي مسابقة وطنية مفتوحة لكل الشباب الجزائري خريجي الجامعات والمدارس العليا والمعاهد الأكاديمية، ولكن بالتأكيد هناك إجراءات عملية يجب الالتزام بها. وهنا أيضا نسأل، بعد عملية التسجيل أو بعد تسجيل المترشحين في المنصة الإلكترونية، ما هي المراحل الموالية سيد المدير؟ يعني هي المراحل تكون كالتالي: بعد التسجيل، بعد ما يقوم يعني المترشح في تسجيل عبر المنصة الرقمية التي ستفتح إن شاء الله في الأيام القادمة، سيتحصل لما يتم عملية الترشح، تكون هناك فضاء لتأكيد الترشح، وبإمكان المترشح يعني ينسخ هذا الترشح
وفي مرحلة ثانية بعد يعني معالجة الملفات يتلقى المترشحين المقبولين يعني كذلك عبر البريد الإلكتروني الذي سوف يملؤونه في المنصة تأكيد على موافقة لترشحهم، ويؤكد لهم يوم إجراء الامتحان وكذا المكان الذي سيجرى فيه الامتحان، وتعطى الفرصة للذين لم يسعفهم من الحظ للقبول لأسباب أو أخرى يعني فرصة للطعن لتقديم الطعن عبر بريد إلكتروني الذي يكون في المنصة ويكون فيه تواصل لإفضاء يعني تعليمات في هذا المجال. أشرت إلى معطى مهم جدا وهو تاريخ إجراء هذه المسابقة الوطنية، ومنه نسأل عن التاريخ المحدد لإجراء هذه المسابقة أستاذ. هو التاريخ لإجراء المسابقة سوف يكون يعني عن عما قريب في أواخر شهر ديسمبر إن شاء الله سوف يكون هناك يعني إجراء المسابقة عبر يعني مختلف ربع الوطن إن شاء الله في مراكز الامتحان التي سيعلن عنها في الرسائل التي ستبعث يعني لكل مترشح ليكون مقبول ملف تاعو على مستوى المسابقة. بحول الله تعالى، من الناحية الشكلية والإجرائية كيف سيكون شكل هذه المسابقة سيد المدير العام؟ المسابقة تكون على شكل يعني امتحان كتابي يمتحن فيه يعني سواء المهندس او التقني، لان فيها منصبين، كان منصب هناك منصب للمهندسين اللي هو مفتوح لحاملي شهاده جامعيه بكالوريا زائد 5 سنوات فما فوق يعني الماستر انجينير وحتى الدكتور، وبالنسبه للتقنيين تكون لحاملي شهاده ليسانس ال ام بي او ديو يعني شهاده دراسه تطبيقيه زائد الشرط يعني اللي اشرت اليه سابقا اللي هو لازم يكون المترشح مسجل يعني التسجيل تاعو ساري المفعول في الوكاله الوطنيه. اذا يكون هناك امتحان كتابي في المواد التي يعني درسها المترشح خلال يعني تواجده بالجامعه، يعني سوف لا تخرج يعني مواضيع الامتحان عن التخصص الذي درس فيه والذي يعني طلب فيه الامتحان المترشح. بالتأكيد من خلال الاستدعاءات التي سوف يتم توجيهها للمترشحين تكون هناك جملة من المعطيات المتعلقة بتاريخ إجراء المسابقة وأيضا نعم. بالمكان الذي يحتضن نعم. هذه المسابقة سيد المدير. هي في الحقيقة في المكان سوف تكون الامتحانات عبر الجامعات الجزائرية عبر مختلف ربوع الوطن حسب يعني التواجد لكي لا نرهق يعني الطلبة أو المترشحين عن يعني التوجه أو السفر، يعني تكون هناك عدة جامعات في الشمال في الجنوب في الشمال في الشرق في الغرب في الشرق، يعني هناك جامعات متواجدة حسب يعني مكان تواجد المترشح. جيد، الآن من المهم جدا أن نسأل عن آلية التقييم، ما هي المعايير التي على أساسها ستتم عملية تقييم المترشحين سيد؟ بداية أود أن أنوه إلى شيء مهم، أن شركة سوناطاك في عملية الانتقاء تركز على عوامل جد وقيمة من بينها الشفافية التامة وإعطاء الفرصة لجميع الجزائريين وإعطاء الكفاءة، يعني الكفء هو الذي سوف يمر. حتى وان اردتم سوف افصل يعني اكيد من المهم جدا نعم افصل يعني في طريقه نعم. في طريقه التصحيح هي طريقه على شكل بكالوريا، يعني ان الورقه مشفره، يعني المصحح الاستاذ المصحح سوف يصحح رقم، يعني يتم تشفير قبل عمليه التصحيح يتم تشفير اوراق الامتحانات بحيث ان الاستاذ سوف يصحح ورقه مشفره، وفي لما يعني تتم عمليه التصحيح يكون هناك يعني فصل يعني في 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 التقييم يعني الفائزين في المسابقه حسب الاولويات حسب النتائج المحصله عليها وحسب مناصب العمل التي ان شاء الله ستكون مفتوحه لهذا الغرض. بمعنى انه الامتحان الكتابي سيكون هو الفيصل ولن تكون هناك ربما مدخلات تقييميه اخرى سيد المدير. هو الامتحان يعني الكتابي هو الاكثر يعني الفاصل لكسب هذه المسابقه. واكد ان الامتحان لا يخرج عن الاطار البيداغوجي وما تلقاه يعني طالب خلال سنوات دراسته في الجامعة في تخصصه.
جيد، وهي كلها تخصصات تقنية كما أشرنا في البداية. هو في الحقيقة هذه المسابقة مفتوحة يعني تخصصات تقنية كما أسرفت وقلت أنها تشمل كامل يعني من الجيولوجيا، الجيوفيزياء، البتروكيمياء، فصل الغازات، تميع الغاز، الكهرباء، الميكانيك الصناعية، الصحة والسلامة، وأضفنا هذه المرة يعني الطاقات المتجددة، الهيدروجين والذكاء الاصطناعي. يعني هذه قفزة نوعية يعني على مستوى شركة سوناطراك، والهدف منها تعزيز يعني القدرات البشرية على مستوى وحدتنا الإنتاجية في الشركة، وهذا لمواكبة يعني العصر ورفع التحديات التي إن شاء الله احنا في المستقبلية على مستوى الشركة، اللي هي يعني تحديات كبيرة والتحديات لا نقدر أن نواجهها بدون العنصر البشري. صحيح. وشركة سوناطراك يعني تولي أهمية قصوى كبيرة للعنصر البشري يعني بالانتقاء والتكوين المستمر على مستوى الشركة، على مستوى مراكز يعني التابعة لها كالمحل الجزائري للبترول، الذي يقوم يعني بعمل جبار في مجال التكوين، سواء التكوين الأولي، لأن هؤلاء يعني المهندسين أو التقنيين لما يكونوا يعني سوف يتحصلون يعني على مناصب شغل في شركة سوناطراك، واتمنى ان شاء الله تكون موفور يعني جميع المترشحين، سوف يقومون يعني يجرون يعني تدريب تخصصي لإطراء يعني قدراتهم ومؤهلاتهم التقنية في الشركة. وهناك يعني خلال طول مدة تواجد العامل على مستوى الشركة يتلقى يعني تكوينات ومهارات لتقييم مهاراته العملية على مستوى مناصب الشغل. هذه جزئية ومعلومة مهمة جدا سيد المدير العام، بمعنى أن الفائزين في هذه المسابقة من المترشحين سوف يخضعون لدورة تكوينية متخصصة في نطاق الاختصاص. نعم، يعني كل مترشح اللي يفوز بالمسابقة سوف يخضع يعني لتكوين تأهيلي على مستوى المحل الجزائري للبترول، الذي يمكنه يعني من رفع التحديات التي ستواجهه يعني مستقبلا في منصب عمله، لان قطاع المحروقات يعني قطاع هام استراتيجي بالنسبه للدوله الجزائريه. جيد استاذ، من المهم جدا ايضا ان نستثمر في وجودكم لنسال خاصه في ما يتعلق بهذا التكوين المتخصص، هل ممكن بعض المعطيات حول البرنامج البيداغوجي التكويني المرتبط بهذا التكوين الابتدائي، بمعنى التكوين الذي يسبق عمليه التوظيف المباشر؟ هو التكوين الابتدائي هذا يكون حسب يعني المؤهلات. نعم. مؤهلات كل منصب شغل يتم تقييم يعني المترشح وتقديم له يعني تكوين متخصص في يعني بتكوين يعني مندمج وتكوين في القاعات التدريس، ولكن أكثرية الوقت سيكون على مستوى الوحدات الإنتاجية، تكون مرافقة ميدانية لهذا المتخصص عن طريق يعني أناس أكفاء ذو مهارات لمرافقة هذا الشاب الجديد، يعني لكي هو بنفسه يقدر يرفع التحديات بعد سنة أو سنتين من تمكنه على مستوى منصب شغله. يعني التكوين هو تكوين مندمج، يعني ماهوش تكوين كي نقولوا التكوين على مستوى شركة سوناطراك، ماهوش تكوين في الأقسام، فيه مرحلة لازم يفوت في الأقسام، فيه مرحلة يفوت على يعني سيميلاتورز، فيه يعني أدوات يعني محاكاة لكي لا نعرض يعني المتمرن لخطأ، بمعنى توفير نفس الشروط ونفس الظروف المهنية مهنية. نفس الشروط وكأنه في مكان العمل. نعم، وفيه يعني فترة اللي هي تعتبر تقريبا 60% من البرنامج التكويني تكون على مستوى الوحدات، وتكون مرافقة من طرفين، يعني أستاذ من المعهد وخبير من الوحدة الصناعية، لتقديم يعني الكفاءات التامة لهذا المنتسب للشركة. جيد سيد المدير العام، أيضا وحتى دائما نستثمر في وجودكم كمدير عام للمعهد الجزائري للبترول، هذه الهيئة العلمية التي لها سمعة عالمية جدا، فيما يتمثل خصوصية التكوين الذي يقدمه المعهد حتى بلغ هذا المستوى العالمي، حتى نكون ربما موضوعيين في الوصف ايضا سيد المدير؟ هو بالحق لان التكوين يعني تكوين سيبلي، يعني مستهدف لرفع من كفاءات يعني كل حامل شهادة. جيد. حامل شهادة جامعية
نقدم له تكوين مستهدف في إطار ما حسب يعني منصبه الشغل، يستهدف احتياج معين، احتياج معين. هذا يعني اللي يجعل يعني من 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 تكوين يعني تكوين دركا او تكوين عالمي كمعهد نحن نقوم بخدمات يعني تكوينيه حتى للاشقاء يعني في افريقيا وبعض البلدان العربيه. جيد. هذا الاجتهاد وهذا الحرص الكبير من مجمع سولاتراك على تكوين المورد البشري بمعايير وكفاءة عالية، هل هو السر في نجاح المجمع سيد المدير العام؟ نعم يعني تقاسمون معي أن نجاح أي شركة يعني هو موردها البشري، وشركة سولاتراك يعني المرتبة التي حققتها يعني قاريا أو دوليا عبر موردها البشري عبر التكوينات التي يعني سنويا شركة سولاتراك تحرص للتكوين المورد البشري تكوين داخلي او تكوين خارجي، حتى اننا يعني نكون يعني اطاراتنا في جميع الميادين تقنيه او غير تقنيه، يعني كل عمال يخضعون لبرنامج تكويني وهو يعني التكوين خاصيه ومفروضه على كل عام. جيد. الآن أستاذ من المهم جدا أن نعود إلى بيان مجمع سولاتراك أو بيان شركة سولاتراك حينما أعلنت عن هذه المسابقة الوطنية للتوظيف، ركزت على البعد الوطني للمسابقة وأشارت إلى أن التوظيف سوف يكون عبر جميع الوحدات التابعة للمجمع عبر امتداد ولايات الجمهورية. هو يعني الفكرة هي تكمن في 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 إشراك يعني مجمل الهيئات الجامعية على مستوى البلاد والاستفادة من المزايا يعني التنافسية التخصصية في المسارات الأكاديمية لهذه الجامعات، وإعطاء يعني الفرصة لكل الشباب الجزائري أينما وجد لكي يلتحق بالشركة بمواقعها عبر كافة يعني مواقعها في القطر الوطني. جيد. الآن سيد المدير العام بالتأكيد هذه المسابقة الوطنية التي تهدف إلى توظيف عشرات الخريجين من المدارس العليا والمعاهد الأكاديمية سوف تؤسس لمسابقات أخرى ولن تكون الأخيرة. نعم لا تكون الأخيرة، يعني شركة سولاتراك تكون بالنسبة هذه المسابقة هي مسابقة للتخصصات يعني التقنية لهذه السنة، وسولاتراك في برنامجها يعني السنوي هناك يعني برنامج توظيف سنوي يكون على مستمر، يعني ماهوش محصور على هذه العملية، يعني هي العملية مستمرة سواء في المجالات التقنية او المجالات يعني الإدارية يعني الفاينانس جوريديك، يعني هادو كامل يعني يكون عمليات متواصله، وحنا حاليا يعني نقوم بعمليات يعني انتقاء عبر كافه اقطار الوطن، يعني في هذا الاسبوع عندنا عمليه انتقاء عبر ولايه من ولايات الوطن. بمعنى ان مجمع سولاتراك هناك او يجري عمليه تقييم متواصل لاحتياجاته من الكوادر والموارد البشريه. تتقاسمون معي ان المورد البشري يعني فيه ناس يعني يرحلون عن شركه بسبب او اخر، خاصه بسبب التقاعد، والشركه ملزمه صحيح. ملزمه يعني لاعطاء نفس جديد من خلال هذه العمليات التوظيف، سواء عمليه وطنيه كهذه اللي هي عمليه يعني ماهيش صغيره، وان كان يعني العمليه قمنا بها يعني في السابق، وهناك عمليات متواصله خلال كل سنه هناك عمليه توظيف. جيد. وكما أشرنا دائما الآن أطلقتم هذه المسابقة المتعلقة بالتقنيين، ولاحقا بإذن الله قد تطلقون مسابقة في تخصصات أخرى أيضا حسب احتياجات المجمع. حسب احتياجات المجمع، يعني يكون فيه توظيف يعني مستمر على مستوى الشركة ويعلن عليها يعني بكل شفافية كما يعني صارت عليه يعني في سولاتراك، يعني مع ان حتى ضوضاء في هذا الشيء ما كان حتى مشكله. وحتى في المسابقات المتعلقه بالتخصصات الغير تقنيه بين قوسين ايضا، حتى هؤلاء المترشحين سيخضعون للعمليه التكوينيه استاذ ايضا. نعم هو التكوين يعني قاعده يعني في سولاتراك، اي منتسب جديد لشركه سولاتراك يخضع للتكوين بدائي، نحن نسموه تكوين بدائي على مستوى الشركه، على مستوى
يعني معاهد ومراكز التدريب التابعة لشركة سونادراك. بمعنى أنه المعهد الذي تديرون أيضا السيد المدير العام لا يقتصر على التخصصات التقنية فقط وإنما تخصصات متعددة. المعهد جزر البترول هو متخصص بالجانب التقني. هناك يعني أكاديمية سونادراك للمانجمنت هي تقوم ب يعني عملية التدريب في المجالات يعني المانجمنت الفاينانس هيومن ريسورس اند سو اون. جيد. وهناك بالتأكيد تبادل للخبرات التكوينية بينكم وبين مختلف مكونات المنظومة التعليمية الوطنية. نعم هناك يعني عندنا يعني كمعهد كشركة وطنية عندنا أزيد من 60 يعني اتفاقية مع الجامعات الجزائرية في إطار يعني تبادل الخبرات ما بين يعني الأساتذة التابعين لشركة سونادراك، لأن أساتذة سونادراك هم أساتذة على مستوى المعهد وعلى مستوى الوحدة الصناعية، يعني خبراء يتم يعني استعانة بهم في تدريب يعني المنتسبين لشركة سونادراك. إذا فيه تبادل ما بين الشركة ما بين المعهد الجزائري للبترول شركة سونادراك ككل والجامعات الجزائرية. وبالتأكيد سوف تستفيدون من المدارس العليا المستحدثة. نعم. في نطاقات اختصاصية جديدة نتحدث. نعم. مثلا عن المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي والعديد من المدارس السيد يعني في عمل جبار حاليا ما بين يعني سونادراك ومدرسة المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي في برنامج يعني نحن نقوم فيه سويا ما بين مجمع سونادراك والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي على مستوى شركة سونادراك للطلبة الموجودين حاليا في يدرسون على مستوى هذه المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي. جيد. والمعهد بالتأكيد يركز في العملية التكوينية على الجانب التطبيقي سيد المدير. هو كما أسرت أنفا أن الجانب التطبيقي نولي له أهمية كبيرة سواء على مستوى مخابر المعهد أو على مستوى وحدات صناعية، لأن فيه يعني التطبيق على مستوى المخابر الموجودة على مستوى المعهد اللي هي أزيد من 30 مخبر، ونزيد على ذلك يعني الدوار التكوينية على مستوى الوحدات الصناعية للشركة سونادراك. جيد. السيد عبد القادر قنون المدير العام للمعهد الجزائري للبترول وممثل مجمع سونادراك، شكرا جزيلا لك على كل المعطيات والإحاطة. بارك الله فيك أستاذ فتحي لهذه الفرصة يعني لتحتموها لنا لإلقاء يعني نظرة شاملة على المسابقة الوطنية التي إن شاء الله نزعم يعني بالتأكيد سوف نواكبها إخباريا عبر فضاءاتنا الإخبارية. شكرا جزيلا لك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام إلى هذا الحد ينتهي لقائي بكم، اللقاء يتجدد قابل الأيام بحول